بشري. لا ينبغي أن تكون المؤسسة التطوعية مجالها الأخذ فقط من طاقة المتطوعين فيها، وإنما ينبغي أيضاً أن تعطي لهم، تنمي قدرتهم، تنمي طاقتهم، تنمي مستواهم وخبرتهم. الجلسات في المؤسسات التطوعية واللقاءات لا ينبغي أن تقتصر على أن تكون جلسات عمل، إيش سوينا، لازم نسوي، لازم كذا، هذا هو الشيء الأساس. لا ينبغي أن تحلو هذه اللقاءات والجلسات من حالة تحفيز، من حالة رفع مستوى وعي، من تذكير بالمسؤولية الاجتماعية. أنا رأيت في إحدى الزيارات لمجموعة تطوعية في الكويت، كان يحدثني المشاركون في ذلك التجمع التطوعي، يقولون احنا كنا مجرد أفراد، رجال أعمال أو موظفين في المجتمع، الحمد لله لما جينا في هالمؤسسة صار عندنا وعي، صار عندنا خبرة، صار عندنا فكرة. كانوا يشيدون ببعض الرواد في تجمعهم التطوعي، في كل جلسة نسمع منا فكرة جديدة، خبر جديد، تحفيز، تشجيع، رفع معنوياتنا، رفع مستوانا. إحنا الآن لسنا كما كنا حينما بدأنا الانتماء إلى هذه المؤسسة. هذا ما ينبغي أن تحرص عليه المؤسسات التطوعية حتى تكون المؤسسة جاذبة لأفرادها وأعضائها، بحيث يكون مجيئه في المؤسسة ومشاركته في المؤسسة منبع اطمئنان وارتياح واستفادة في نفسه.